بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس 157. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله: باب الأيمان والنذور، أي باب بيان أحكام الأيمان والنذور. والأيمان جمع يمين، فهو الحلف. سمي يمينا لأن من عادتهم أنهم إذا تحالفوا يمد بعضهم يمينه إلى البعض الآخر، وتسمى بالقسم، تسمى بالتألي. الذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون، يقال آل إذا حلف. واليمين هي تأكيد أمر، تأكيد أمر بذكر معظم على وجه مخصوص. اليمين هي تأكيد أمر بذكر معظم على وجه مخصوص، اللي هي اليمين. وأما النذور فهي جمع نذر، وهو الالتزام. يقال نذر إذا التزم، نذر كذا إذا التزم، نذر الصوم، نذر الصلاة، نذر، يعني إذا التزم بها. فالنذر هو الالتزام في اللغة. وأما شرعا فالنذر هو إلزام مكلف نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع، إلزام مكلف نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع، هذا هو النذر. واليمين والحلف والقسم والألية. اليمين والحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، كما يأتي في الأحاديث تحريم الحلف بغير الله، هذا بالنسبة للمخلوقين. وأما بالنسبة لله جل وعلا فإنه يحلف بما شاء من خلقه، ويقسم بما شاء من خلقه. يقسم سبحانه وتعالى بنفسه، ويقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له أهمية. فأقسم بالتين والزيتون والبلد الأمين، وأقسم بأشياء من مخلوقاته، أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار والضحى والفجر. هذا في حقه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، أما بالنسبة للمخلوقين فليس لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل، لأن القسم تعظيم، فلا يجوز أن يعظم إلا الله جل وعلا. واليمين يجب احترامها، يجب احترام اليمين وتوقيرها وعدم التهاون بها. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا. وذم الذين يكثرون من الحلف، والكثرة في الحلف علامة النفاق، فالذي يكثر من الحلف هذا دليل على أنه لا يحترمها.
وأنه يبتذلها. وأما الذي يقلل من الحلف فهذا دليل على أنه يحترم اليمين. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. كل حلاف يعني كثير الحلف. وأخبر عن المنافقين أنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، لأنه لا قيمة للأيمان عندهم. فكثرة الحلف التهاون بها من صفات المنافقين. ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف. ومن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا غضب الله عليه وتوعده أنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فيجب احترام الأيمان، تعظيم الأيمان، وأن لا يحلف الإنسان إلا عند الحاجة. والأيمان أقسام، منها ما هو لغو، منها ما هو لغو لا إثم فيه ولا كفارة، وذلك مثل قول الرجل لا والله وبلا والله من غير قصد، يجري على لسانه من غير قصد، فهذا لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي قصدتم عقده. أما الذي يجري على اللسان من صيغة اليمين وهو لا يقصده ولا يقصد عقده فهذا لغو، كما يأتي في حديث عائشة. وكذلك من لغو اليمين، يعني لغو اليمين على قسمين: القسم الأول ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد، مما هو على صيغة الحلف ولكنه لم يقصده. النوع الثاني أو القسم الثاني: إذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه، هذا لا إثم فيه، هذا لغو، لأنه لم يقصد الكذب وبنى على غالب ظنه، كما لو حلف إن فلانا قد جاء وتبين أنه لم يأتي بناء على غالب ظنه، ظن أنه جاي فحلف، أو أنه لم يأتي وصار قد أتى. فإذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه ثم تبين بخلافه فهذا لا إثم فيه، لأنه من لغو اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا القسم الأول، لغو اليمين. القسم الثاني: اليمين الغموس. اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. اليمين الغموس، وسيأتي ذكرها في الحديث، أنه يتعمد الكذب، يحلف على شيء أنه كذا وكذا وهو بخلاف ما حلف، وهو يعلم ذلك لكن يقصد التغرير للناس. كان يحلف عند القاضي في خصومة، يحلف عند القاضي في خصومة إذا ادعي عليه توجهت عليه اليمين حلف وهو كاذب، هذه اليمين الغموس والعياذ بالله. أو يبيع ويشري ويحلف أنه صادق وأنه شرى السلعة بكذا وأنه سيمت منه كذا وهو كاذب، هذه اليمين الغموس التي حلف عليها كاذبا متعمدا وهي على أمر ماضي، هذه هي اليمين الغموس. والثالث: اليمين المنعقدة، وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، كان يحلف لا أفعلن كذا أو يحلف لا أفعل كذا، يعني يحلف على فعل شيء أو يحلف على تركه ثم يخالف يمينه، هذه هي اليمين المنعقدة.
التي تجب بها الكفارة إذا حلف على أمر مستقبل، وهذا المستقبل ممكن غير مستحيل، ثم خالف يمينه، فهذه هي اليمين المنعقدة التي قال الله فيها: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذه هي التي تجب فيها الكفارة، كما إذا حلف لا يفعلن كذا، أو حلف لا يفعل كذا وفعله أو لم يفعله، فهذه هي محل البحث الآن. وعلى كل حال فهذا الباب باب عظيم، يجب على المسلم أن يعتني به، يجب على المسلم أن يعتني به ويعرف أحكامه ويتفقه فيه، حتى لا يقع في الإثم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركبا، أي لحق بأناس مسافرين على ركائب، وفيهم عمر رضي الله عنه، فحلف عمر بأبيه، حلف بأبيه على عادتهم في الجاهلية أنهم يحلفون بآبائهم. النبي صلى الله عليه وسلم نادى لما سمع عمر يحلف بأبيه، نادى: لا تحلفوا بآبائكم. هذا نهي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا فيه تحريم الحلف بغير الله، ألا يحلف بغير الله، لا بأبيه ولا بأمه ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بأي مخلوق ولا بالأمانة، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا من التوحيد. والحلف بغير الله شرك كما يأتي: من حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية: من حلف بالله فقد كفر، أو كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك، والحلف بالله عز وجل توحيد. من كان حالفا، يعني من أراد الحلف واحتاج إلى الحلف، فإنه يحلف بالله عز وجل، لأن الحلف تعظيم حق لله جل وعلا. أو ليصمت، يعني لا يحلف، وهذا أحسن، إن الإنسان ما يحلف، إنه يحفظ لسانه: واحفظوا أيمانكم. فإذا لم يحلف فهو أحسن وأسلم، وإذا حلف فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا فيه تحريم الحلف بغير الله، وفيه تعليم الناس إذا كانوا على خطأ، فإن العالم ينبههم ولا يتركهم على خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عمر رضي الله عنه، ففيه أن العالم لا يسعه السكوت إذا رأى مخالفات من الناس، بل يبين لهم الحق ويعلمهم ما يجهلون. هذه فائدة العالم. أما العالم الذي لا ينفع الناس بعلمه، هذا الجاهل أحسن حالا منه، لأن الجاهل ليس عليه إثم ولا يكلف، لكن هذا كتم العلم، يكون عليه إثم الكتمان. ليس المقصود من تعلم العلم إن الإنسان يخزنه في صدره ولا يبينه للناس. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. إذا سكت يأثم، فكيف إذا كان سكوته لأجل كسب الدنيا أو إرضاء الناس؟ هذا اشترى
هذا اشترى ثمنا قليلا، اشترى الدنيا بالآخرة والعياذ بالله، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. كل الدنيا قليلة، لو أعطي الدنيا كلها فهي قليلة لأنها ذاهبة وتالفة، والباقي هو الآخرة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يجوز كتمان العلم إلا إذا كان في كتمانه مصلحة، إذا كان في كتمانه مصلحة للناس كأن يفهموه على غير المقصود، إذا فهموه على غير المقصود أو جرهم إلى جرهم بيان العلم إلى التساهل في أمر الله، مثل ما جاء في حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففرح معاذ بهذه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال ألا أخبر الناس يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتساهلون في الذنوب والمعاصي، يقولون ما دام ما عندنا شرك احنا ما علينا خلاف، احنا من اهل الجنة، فيتساهلون في المعاصي. فإذا كان بيان بعض مسائل العلم، إذا كان بعض مسائل العلم فيها ضرر في بثها على الناس يفهمونها على غير المقصود فإنه لا تبين لهم. قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني ويتركوا العمل ويتساهلون في المعاصي، يقولون ما دامت أنها دون الشرك فإنها لا تضر. فهذا يجوز كتمان العلم فيه المصلحة، كتمان العلم للمصلحة، أما كتمانه من غير مصلحة فهذا ضرر عظيم. مصلحة يعني في الدين، ما هي مصلحة دنيوية، مصلحة في الدين، وليس كتمانه للمصلحة الدنيوية، لا، هذا ثمن اشترى به ثمنا قليلا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر بن الخطاب يحلف بغير الله نهى عن ذلك. وانظر إلى الطريقة النبوية في التعليم والدعوة إلى الله، ما قال يا عمر لا تحلف، بل نادى بلفظ العموم، نادى بلفظ العموم لا تحلفوا بآبائكم. وهذا من حسن التعليم وحسن الدعوة إلى الله عز وجل، إنك ما تخص المخطئ وتناديه باسمه بين الناس، وإنما تأتي بكلام عام ينتبه له المخطئ وغيره، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس. نعم. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لا تحلفوا بآبائكم، هذا مثل أصل الحديث، ولا بأمهاتكم، هذه زيادة، ولا بالأنداد، الأنداد يعني الأصنام، سميت أندادا لأن الند معناه الشبيه والمثيل، فسميت الأصنام أندادا لأنها فيها تشبيه لله عز وجل وتمثيل مع الله سبحانه وتعالى. فالمشرك جعل الصنم شبيها بالله وندا لله وعديلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الحلف باللات والعزى ومنات والقبر النبوي أو القبر الولي أو غير ذلك، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن كل ما عبد من دون الله فإنه من الأنداد. فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء، وأنتم تعلمون. ولا بالأنداد،
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا فيه النهي عن الكذب في اليمين، فلا يحلف الإنسان إلا وهو صادق، ولا يحلف على الكذب، لأن الحلف على الكذب صفة المنافقين، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فلا يجوز التعمد الكذب في الأيمان، هذه الغموس، هذه تكون الغموس والعياذ بالله، إذا تعمد الكذب فيها فهي اليمين الغموس. لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله كاذبا هذه سيئة، والحلف بغيره سيئة، لكن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. حلف بغيره سيئة وشرك، الحلف بالله كاذبا هذا سيئة ولكنه ليس شركا، يعني كذب فقط. فسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك، وهذا من فكره رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. نعم، إذا كان بينك وبين أحد خصومة أو دعوة ادعى عليك ثم طلب منك اليمين، إما عند القاضي، طلب منك اليمين عند القاضي، أو طلب اليمين ولو عند غير القاضي، قال احلف لي إنك ما سويت كذا، وإن ما عندك لي كذا، ما عندك لي دين ولا عندك لي شيء، احلف لي. ثم حلف يمينا ظاهرها أنها نفي للدعوة، ولكن باطنها تأويل يتأول فيها، فهذا التأويل لا ينفعه، وإنما تجرى اليمين على ظاهرها، على ما يصدقك به صاحبك، وهو الذي طلب منك اليمين. فلو إنك نويت شيء غير ما يطلبه منك فإن هذه النية لا تنفعك عند الله سبحانه وتعالى، وتكون كاذبا، تكون كاذبا عند الله عز وجل. فإذا حلفت على يمين ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر، وأنت تقصد الباطن ولا تقصد الظاهر، فهذه لا تخرجك من الكذب، تكون كاذبا، لأنه طلب منك اليمين. وإذا حلفت له فإنه يقنع ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة بالله عز وجل يقنع بذلك. لكن أنت حلفت تقصد شيئا في نفسك، والذي طلب اليمين يقصد الدعوة التي ادعاها عليك، فلا ينفعك ما قصدت في نفسك، وإنما تكون اليمين على ما طلب المستحلف. فإذا فعلت ذلك تكون كاذبا، تكون كاذبا، لا ينفعك تأويلك. نعم. وعن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وإسنادها صحيح. إسنادها أو إسنادهما؟ إسنادهما. إسنادهما صحيح. أي نعم، الذي قرأت هو الصحيح، إسنادها صحيح، يعني رواية أبي داود. أما رواية البخاري ما يحتاج إلى إسنادها صحيح، لأن العلماء مجمعون على أن ما رواه البخاري فهو صحيح، فلا حاجة إلى أن يقال رواه البخاري وهو صحيح كما يقول بعض المعاصرين. ما رواه البخاري أو رواه مسلم أو اتفق عليه فهذا ما يحتاج إلى صحيح،
لأنهما قد التزما بالصحة رحمهما الله. أما غيرهما فإنه لا يلتزم بالصحة مثل أبي داود، فقوله إسنادهما هذا يؤخذ على المؤلف رحمه الله، لأنه لو قال وإسنادها أي رواية أبي داود صحيح لكان هذا هو الصحيح. نعم. الحاصل أن هذا الحديث برواياته في موضوع الحنث باليمين، أي مخالفة اليمين، مخالفة اليمين، إذا حلف على يمين حلف أن لا يفعل شيئا وفعله، أو احتاج إلى فعله، حلف أن لا يفعل شيئا واحتاج إلى فعله، أو حلف أن لا يفعل شيئا على أن يفعل شيئا، حلف أن يفعل شيئا وتركه أحسن من فعله. ففي هذه الحالة هذا يسمى الحنث في اليمين. فإذا حلف على ترك واجب، كأن حلف أن لا يصل رحمه، أو أن يقطع برحمه، أو أن يضرب فلانا، حلف على فعل محرم كأن يقتل فلانا، أو أن يشرب الخمر، إذا حلف على ترك واجب أو حلف على فعل محرم، ففي هذه الحالة يجب عليه الحنث، يجب عليه الحنث، ولا يجوز له الوفاء باليمين، لأن حنثه خير من التزامه باليمين، بل التزامه باليمين حرام. فإذا حلف على قطيعة رحم أو على ترك الصلاة أو غير ذلك من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فإنه يجب عليه أن يحنث في يمينه وأن يخالفها ويكفر عنها، كفر عنها. وإذا حلف على شيء مستحب، على ترك شيء مستحب، كأن حلف لا يصلي صلاة الضحى، أو حلف لا يوتر بالليل، أو لا يصلي الرواتب مع الفرائض، فهذا حلف على ترك مستحب. الأفضل أن يحنث وأن يأتي بالمستحبات ويكفر عن يمينه. إذا حلف على فعل مكروه، إذا حلف على فعل مكروه، فإنه يستحب له أن يترك المكروه وأن يكفر عن يمينه. إذا حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه فإنه يستحب له الحنث في يمينه وفعل إذا حلف على فعل مباح، كأن حلف أنه يلبس ثوبه أو أنه يشري سيارة، ففي هذه الحالة يستوي الأمران، يستوي إن بغى يمضي اليمين ويلتزم بها، وإن بغى أنه يتركها ويكفر عن يمين وكن مخير. فالحنث في اليمين تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، متساوي الطرفين. وكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها، يعني رأيت الحنف فيها خيرا منها، يعني خير من المضي والتزام اليمين، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وذلك في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا حلف الإنسان أنه ما يصلح بين الناس، أو أنه ما يقرض أحد، أو ما يحسن إلى أحد، فإنه لا يجوز له الاستمرار باليمين، بل عليه أن يتركها أو يكفر عن يمين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هذا في الكتاب وفي السنة أيضا: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها. ففي هذه الأحوال تارة يجب مخالفة اليمين، وتارة يجب الالتزام باليمين وعدم نقضها، كما إذا حلف لا يشرب الخمر، حلف لا إنه ما يسرق، أو حلف إنه لا يزني، فهنا يجب عليه البر باليمين ويحرم عليه الحنث، لأنه حلف على ترك محرم، فيجب عليه الوفاء باليمين ولا يجوز له الحنث.
وإذا حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه فيستحب له الحلف. فالحلف في اليمين تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا، على هذا التفصيل ينبغي معرفة هذا الشيء. وفي قوله فات الذي هو خير وكفر، وفي رواية كفر وأت الذي هو خير، وفي رواية كفر ثم أتي الذي هو خير. هذا يستفاد منه جواز تقديم الكفارة على الحنف أو تأخيرها على الروايات، يدل على أنه مخير، إن شاء كفر أولا ثم فعل ثم حلف في اليمين، أو أنه يحنث في اليمين ثم يكفر، كلا الأمرين جائز، أنه يبدأ بالكفارة أو يبدأ بالحنف، كلا الأمرين جائز. وقوله يكفر عن يمينه ثم لا تفيد الترتيب في هذا الموضع، في هذا الموضع لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد التخيير حملا على الروايات الأخرى التي فيها التخيير، فيخير بين أنه يقدم الكفارة على الحنف أو يؤخرها عن الحنف في هذه الأحوال، إذا كان الحنف واجبا أو كان مستحبا أو كان مباحا فهو مخير، إن شاء قدم الكفارة وإن شاء أخر. والكفارة سيأتي بيانها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. هذا الحديث في الاستثناء باليمين، أن الإنسان إذا استثنى إنه لا يحلف، إذا قال والله إن شاء الله لا أفعلن كذا، أو والله إن شاء الله لا أفعل كذا، هذا استثناء فلا يكون عليه شيء إذا خالف اليمين، لأنه استثنى وله ما استثنى، لأنه إذا حلف لا يفعلن شيئا ولم يفعله فهذا دليل على أن الله لم يشأ أنه يفعل، وإذا حلف على فعل شيء ولم يفعله فهذا دليل على أن الله لم يشأ فعله، وهو علق على المشيئة، على مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمونها الاستثناء في اليمين، وهو ينفع بشرطين. الشرط الأول أن يتلفظ بالاستثناء، فقال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقال إن شاء الله يتلفظ، أما لو نوى بقلبه فقط فإنه لا ينفعه الاستثناء. الشرط الثاني أن يكون متصلا باليمين، فلو حلف ثم بعد مدة قال إن شاء الله ما ينفع ذا، لأن الاستثناء انفصل وتأخر فلا ينفع، فلا بد أن يكون متصلا باليمين، وهذا تفيده الفاء فقال إن شاء الله، فقال هذا يدل على الاتصال. أما لو حلف اليوم يفعلن كذا ويوم صار بكرة ولا بعد أيام قال إن شاء الله فهذا لا ينفعه، لأن الاستثناء انفصل. أما الفصل الذي هو ضروري كما لو حلف ثم عطس أو كح أو نعس مثلا، هذا فاصل لا يضر لأنه بغير اختياره، أما إذا كان الفاصل باختياره فإنه لا ينفعه تعليق على المشيئة. هذا ما يفيده هذا الحديث، أنه إذا استثنى باليمين ثم خالفها لا تلزمه كفارة، بشرط أن يكون الاستثناء متلفظا به، وبشرط أن يكون متصلا باليمين. نعم. وعنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف، لكنه لا يحلف إلا وهو صادق عليه الصلاة والسلام، والحلف إذا كان الإنسان صادقا لا بأس به، بل قد يكون مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف، وكان يقول لا ومقلب القلوب، وأحيانا يقول
والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. وجاءت عنه صلى الله عليه وسلم صيغ في حلفه عليه الصلاة والسلام، ومعنى مقلب القلوب أي مقلب الأحوال، أحوال القلوب، أحوال القلوب. القلب نفسه اللي هو اللحمة هذا لا يقلب، إنما أحوال القلب، الله جل وعلا يقلب أحوال القلب من هدى، من هداية إلى ضلالة، ومن حق إلى باطل، ومن كفر إلى إيمان، أو من إيمان إلى كفر. فالله هو الذي يقلب القلوب جل وعلا، هو الذي يهدي القلوب، هو الذي يضل القلوب. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه سبحانه وتعالى. لا يتصرف في القلوب وأحوالها إلا الله جل وعلا. فقوله ومقلب القلوب أي مقلب أحوال القلوب، من هداية إلى ضلال، أو من ضلال إلى هداية، أو من خير إلى شر، أو غير ذلك. فالقلوب أحوالها بيد الله سبحانه وتعالى، وتغييرها بيد الله عز وجل. تغييرها من حب إلى بغض، أو من بغض إلى حب، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. أحوال القلوب ليست بيد صاحبها، أحوال القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقلبها كيف يشاء. وهذا مما يوجب على العبد أن يسأل الله الهداية والثبات على الحق، وأن لا يأمن الفتنة، ولا يزكي نفسه، لأن قلبه ليس بيده، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فكم من مهتد ضل، وكم من مسلم كفر، وكم من بالعكس من كافر أسلم وضال اهتدى، وكم من مبغض صار محبا، ومحب صار مبغضا. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم في قوله لا ومقلب القلوب، هذا دليل على أنه لا يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأن تقليب القلوب هذا من أفعال الله سبحانه، وهو صفة من صفاته. فالحالف يحلف بالله، كان يقول والله، أو يحلف باسم من أسمائه كالرحمن الرحيم، أو الحي القيوم، أو غير ذلك، أو يحلف بحياة الله، أو يحلف بكلام الله عز وجل. فيحلف بالله أو بصفة من صفاته، لأن قوله ومقلب القلوب هذا حلف بالله عز وجل. مقلب القلوب هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسماء الله هو مقلب القلوب، فيحلف بأسماء الله أو بصفات الله عز وجل. هذا موضع الحلف الشرعي. وأما الحلف بغير الله أو بغير أسماء الله وصفاته فهذه الحلف المحرمة، وهي التي نوع، هي نوع من الشرك. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. نعم. هذا فيه أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، أي عن الذنوب الكبائر، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وهي اللمم، وصغائر وهي اللمم، وكبائر كما قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الذنوب الصغار، اللمم هي الذنوب الصغار، إن ربك واسع المغفرة. فالذنوب الصغار قابلة للمغفرة، وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، لا تغفر إلا بالتوبة. فهذا الحديث فيه دليل على أن الذنوب تنقسم
إلى كبائر وصغائر كما هو قول الجمهور. واختلف العلماء في ضابط الكبيرة ما هو، والمختار والأقرب والله أعلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، أن الكبيرة ما توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، أو قال ليس منا من فعل كذا، ما ختم بلعنة أو غضب أو نار، أو رتب عليه حد في الدنيا كحد السرقة وحد الزنا وحد المسكر، فما رتب عليه حدود في الدنيا فهو من الكبائر، وما رتب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر، وما نهي عنه ولم يرتب عليه وعيد في الآخرة ولا حد في الدنيا فهذا من الصغائر. فالمنهيات على قسمين: منهي كبيرة من الكبائر وهو ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو قال ليس منا من فعل كذا. والصغائر ما نهي عنه ولم يرتب عليه وعيد خاص، لم يرتب عليه وعيد خاص، فهذا يعتبر من الصغائر. هذا ضابط الكبيرة والصغيرة. والفرق بينهما أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، وأما الصغائر فإنها تكفر بالطاعات، تكفر بالطاعات: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما المراد بالسيئات؟ الصغائر. كفر عنكم سيئاتكم والصغائر. فإذا تجنب الإنسان الكبائر فإن الله وعده أن يغفر له الذنوب الصغائر. وهذا الأعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر فذكرها له: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات واليمين الغموس. من الكبائر اليمين الغموس. قال الراوي: سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الغموس؟ قال: التي يحلف بها ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. هذه اليمين الغموس التي يحلف بها إذا ادعى عليه مدع بحق عنده وليس له بينة، ليس للمدعي بينة، فإن له اليمين على المدعى عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، واليمين على من؟ على من أنكر. فإذا حلف المنكر وهو كاذب، وهو كاذب في لأجل أن يأخذ حق هذا الخصم الذي طلب حقه منه، إذا حلف وهو كاذب ليتقي بها دفع الحق لصاحبه، فإن هذه هي اليمين الغموس. غموس بمعنى الغامسة، فعول بمعنى فاعلة، غامسة في النار والعياذ بالله. هذه هي اليمين الغموس. ومنها إذا حلف في البيع والشراء على أنه أعطي كذا في هذه السلعة، أو أنه اشتراها بكذا، أو ما أشبه ذلك، وهو كاذب، هذا من اليمين الغموس. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري وأورده أبو داود مرفوعا. نعم. الله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. واللغو معناه الشيء اللاغي الذي لا اعتبار له، الشيء اللاغي الذي لا اعتبار له ولا قيمة له. وقد فسرت عائشة رضي الله عنها هذه الآية، فسرتها بأن لغو اليمين أن يأتي على لسان الإنسان من غير قصد، هذا لغو اليمين، ما يأتي على لسان الإنسان من صورة اليمين
وهو لم يقصده كقوله لا والله وبلى والله من غير قصد، يعني تعود هذا الشيء، فهذا لا يعتبر يمينا وليس فيه كفارة وليس فيه إثم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا نوع من اللغو، لغو اليمين. والنوع الثاني عرفتموه، إذا حلف على أمر، على أمر ماضي يظن صدق نفسه، يظن صدق نفسه، حلف على غلبة ظنه ثم تبين بخلافه، هذا لا إثم عليه لأنه لم يتعمد الكذب. كما لو قال والله إن فلان جاء بناء على غلبة ظنه ثم تبين أنه لم يأتي، أو بالعكس والله إن فلانا لم يأتي بناء على غلبة ظنه، والله إن هذا الشيء ما هو عندي وهو بناء على غلبة ظنه، ثم تبين أنه عنده، والله إن هذا الشيء عندي بناء على غلبة ظنه ثم تبين أنه ليس عنده، هذا لا يؤاخذ، هذا لغو اليمين لأنه لم يقصد، لم يقصد الكذب في ذلك، فلا إثم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء. 9 كذا عندكم؟ ها؟ نعم. العدد مع المذكر يؤنث ومع المؤنث يذكر. نعم. إن لله 99 أسماء. نعم. من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما. أسماء الله كثيرة، وتعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأسماء الله كثيرة وكلها حسنى لأنها كلها حسنة، كلها تتضمن المدح والثناء فهي حسنى، وكلها تتضمن صفات عظيمة من صفات الله، ليست مجرد ألفاظ أو مترادفات، وإنما كل اسم له معنى، وكل اسم يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك صارت حسنى. أما لو كانت مجرد ألفاظ فإنها ليست حسنى. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد كما في الحديث. من أحصاها دخل الجنة، ما معنى أحصاها؟ معناه عرفها وحفظها ودعا الله بها، حفظ عرفها وحفظها ودعا الله بها عملا بقوله ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها. فهذا، هذا معنى إحصاء، وليس معنى إحصائها عدها فقط، وإنما إحصاؤها معرفتها ومعرفة معانيها واعتقادها وإثباتها لله سبحانه وتعالى، ثم العمل بها بأن يدعو الله بها ويتوسل إليه بها ويعظمها ويحترمها. من أحصاها دخل الجنة. فهل هذا معناه إن أنه ليس لله إلا 99 اسم؟ لا، العلماء يقولون الحصر لا مفهوم له، العدد يقولون العدد لا مفهوم له، فلله أسماء كثيرة، لكن منها هذه 99 التي من أحصاها دخل الجنة. فقول إن لله 99 اسما، هذا المبتدأ دخلت عليه إن ونصبته، الخبر ما هو؟ من أحصاها دخل الجنة. فهذه 99 ميزتها أن من أحصاها دخل الجنة، وإلا فأسماء الله كثيرة، منها ما لم يبينه سبحانه لعباده، كما في حديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن لله أسماء لم يبينها لعباده، وإنما استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. والغرض، يعني ما الغرض من إيراد هذا الحديث في باب الأيمان؟ الغرض منه أن اليمين تكون بالله أو باسم
من أسمائه سبحانه وتعالى. هذه 99 إذا حلفت بواحد منها انعقدت يمينك، أو حلفت بغيرها من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، الحديث جاء في آخره عند أبي داود وابن حبان ذكر 99 مذكورة في سنن أبي داود وفي صحيح ابن حبان، لكن هذه الأسماء التي ذكرت ليست من أصل الحديث، وإنما هي من قول الراوي. الراوي جمعها وتتبعها من الكتاب والسنة وذكرها مدرجة في الحديث، والمدرج هو ما كان من كلام الراوي، والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله مدرج. وأسماء الله وصفاته كثيرة، إذا تتبعت القرآن الكريم وتتبعت السنة تجد الأسماء الكثيرة، فعد ما يسر الله لك من القرآن أو من السنة، بشرط أن تكون الأحاديث التي تستدل بها صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعد 99 وأحصها وتوسل إلى الله بها تحصل على هذا الوعد الكريم من غير تعيين لأسماء محددة. هذا التحديد الذي ذكروه هذا اجتهاد منهم، وإلا فالأمر أوسع من ذلك، فعليك أنك تعد من أسماء الله ما يسره الله لك وتدعو الله به، تتوسل إلى الله به وتحصل على هذا الوعد الكريم. وهذا فيه الحث على معرفة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وتعلمها وتعليمها وذكرها للمسلمين، عكس اللي يقولون الله ليس له أسماء وليس له صفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الذين يجحدون أسماء الله وصفاته. هؤلاء توعدهم الله بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا مثل الحديث الذي مر بنا في كتاب التوحيد، مثل الحديث الذي مر بنا في كتاب التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. هذا مثله، لكن العجيب سياق المصنف له في كتاب الأيمان، لم يظهر لنا مناسبة في ذكره في كتاب الأيمان. ومعناه واضح، أن الإنسان إذا صنع له معروف يكافئ صاحبه، فإذا لم يقدر على مكافأته فإنه يدعو له ويقول جزاك الله خيرا، فإذا قال ذلك فقد أبلغ في الثناء، يعني كافأه، كافأه على صنيعه، لأنه إذا دعا له بأن يجزيه الله خيرا فهذا أكثر من معروفه الذي بذله له. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا وقفنا على النذور. نعم. بالمناسبة بكرة إن شاء الله ما في درس، يوم السبت إن شاء الله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من حلف على زوجته وهو كاذب خشية أنه لو قال الصدق أن يحدث بينهما طلاق؟ لا يحلف، ولكن يأتي بكلام يرضيها به وليس هو من الحلف، يعيدها بوعود ولجيب لك كذا وسأحسن إليك يعني يعيدها بوعود ولو لم يكن صادقا في ذلك. أما الحلف فلا يحلف، لا يحلف لها وهو كاذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الاشتقاق في كلمة الإيمان من آمن يؤمن إيمانا، وهذا واضح، لكن الاشتقاق في كلمة الأيمان غير واضح، فهل يقال إنها لا مفرد لها من جنسها؟
يا أخي بينا هذا في أول الكلام، قلنا الأيمان جمع يمين وهي الحلف، سميت يمينا لأن من عادة العرب أنهم إذا تحالفوا يمد بعضهم إلى الآخر يمينه، هذا هو السبب. واليمين تجمع على أيمان، هذا في القرآن، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا جمع ومفردها يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول أمانة أنه حصل كذا وكذا. لا، هذا ما يجوز، لا تحلفوا بالأمانة، لا تحلفوا بالأمانة، هذا من حلف غير الله. قوله أمانة هذا على تقدير الحلف، أي والأمانة، حذف حرف القسم ونصب الأمانة على نزع الخافض كما يقولون، هذا لا يجوز. نعم. وإذا لم يأتي بواو القسم وقال إنه لا يقصد اليمين أصلا، فهل يعتبر من الشرك؟ لا ما يجوز، هذا هو يمين لكنه حذف واو القسم، وهذا يسوغ في اللغة العربية أنهم يحذفون واو القسم، فلا يستعمل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو حلف الرجل في تجارته كاذبا وقال إن شاء الله، فهل هذا مستثنى من الكذب؟ لا، إن شاء الله على أمر مستقبل أو على أمر ماضي، تقول والله إن شاء الله إن زيد جاء، ما يصلح هذا، لكن تقول والله إن شاء الله لا أفعلن كذا، أو والله إن شاء الله لا أفعل كذا في المستقبل، فالاستثناء في الأمر المستقبل، أما الأمر الماضي فلا يصلح فيه الاستثناء. نعم. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بالمصحف؟ وهل يكفي الحلف بالمصحف عن الحلف بالقرآن أو بكلام الله؟ إذا قصد بالمصحف كلام الله، نعم، فلا بأس. إذا قصد به ما فيه من كلام الله، فلا بأس بذلك. لكن كونه يصرح يقول والقرآن أو سورة كذا أو آية كذا، هذا أحسن من قوله والمصحف، لأن المصحف فيه شيء ليس من القرآن، مثل الغلاف ومثل الأوراق ومثل الخط. نعم. صلاة القائمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف بآيات الله؟ كان يقول أقسم بآيات الله. إذا كان قصده آيات الله القرآنية، نعم. إذا كان قصده الآيات الكونية، الشمس والقمر والسماء والأرض، فلا يجوز هذا، حسب القصد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حلف شخص على أمر مستقبل ثم قال في نفسه إن شاء الله، فهل هذه اليمين تكون منعقدة أم لا؟ هذه منعقدة، لأن قلنا أنه يشترط في الاستثناء أن يتلفظ به، يقول إن شاء الله، أما إذا نواه بقلبه هذا لا يفيده شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقال إن شاء الله، قال، ما قال نوى إن شاء الله بقلبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلقت على شخص أن يفعل كذا، إذا حلفت على شخص أن يفعل شيئا فلم يفعل، فهل يجب علي الكفارة؟ من جبت الطلاق؟ أي مكتوبة الطلاق، ها؟ كأنها طاقه حاضة، ها؟ أقول اجتمعت بين الحاوة الظاهر وسط. أي وش صارت الحين؟ ظاهر حلف. أي أعيد السؤال. إذا حلفت على شخص أن يفعل شيئا فلم يفعله، فهل يجب علي كفارة؟ نعم، يجب عليك كفارة. إذا حلفت على شخص أنه يفعل ولم يفعل، إنه تجب عليك الكفارة، إلا ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قصدت إكرامه قلت والله أن تدخل عندي، والله أن تأكل من طعامي ولم يفعل، فإنك لا تحنث، لأن الإكرام حصل، الإكرام حصل، وهو أنك عرضت عليه هذا الشيء ولزمت عليه، الإكرام حصل. الشيخ يرى أن هذا ما فيه كفارة، لا يحلف، أما غير ذلك فإنه يحلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضحوا لنا كيفية الحلف بالأب والأم. كان يقول وأبي أو أمي، أو أحلف بأبي أو أحلف بأمي، يأتي بحرف القسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص من أهل السنة حلف لبعض المبتدعة أنه لا يعرف فلانا من الناس وهو يعرفه، وذلك لأجل أن يسلم من شرهم، فما الحكم؟
نعم شخص من أهل السنة إذا حلف مكرها أو مضطرا فلا حرج عليه نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينطبق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ما بال أقوام، هل ينطبق على أهل البدع؟ أين، لأن التصريح بأسمائهم يجر إلى شر وقد يزيد من شرهم، لكن لما تنكر البدع وتبين أنها ضلالة وتبين الأدلة على ذلك يحصل المقصود. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أما إذا كان الناس مغترين بشخص، المقام يختلف، إذا كان الناس مغترين بشخص يحسنون به الظن ويتابعونه على مذهبه فتصرح باسمه، تقول ترى فلان فيه كذا وكذا، ترى مبتدع، لأجل التحذير منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم حديث معاذ رضي الله عنه لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. وأنه يجوز عدم نشر بعض العلم للمصلحة. نعم. فهل يدخل في ذلك مسألة أن الخطيب في خطبة العيد إذا وافق يوم الجمعة أنه لا يخبر الناس بل يكتم هذا العلم؟ ما كان الناس يخبرون بهذا، خلون الناس يصلون لزيادة خير، إنما هذا من فعل المتنطعة، فلما كان الناس يبينون يقولون لا تحضرون الجمعة، تراكم صليتوا العيد ولا يلزمكم حضور الجمعة، يخليهم يحضرون الجمعة زيادة خير. نعم. هذه من المسائل التي تعرف وتعلم لكن ما تنشر على الناس لأنهم يسيئون استعمالها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سورة النور يقول الله سبحانه ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم. فهل المبين يعد من أسماء الله سبحانه؟ بهذا اللفظ الحق المبين، ما يقول المبين فقط ولا يقول الحق فقط، إنما يأتي بالله الحق المبين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حلق اللحى، تعالى الله الملك الحق، ما يقول الحق فقط، تعالى الحق، يقول الملك الحق، يأتي بما في القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حلق اللحى هل هو يعد من الكبائر أو من الصغائر؟ هو الأصل أنه من الصغائر، لكن إذا الإنسان صار لا يبالي يجاهر به صار من الكبائر، المجاهرة بالمعصية والمداومة عليها تحولها من صغيرة إلى كبيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل اليمين بالنبي تكون منعقدة؟ اليمين بغير الله لا تكون منعقدة، لأنها حلف غير مشروعة فلا تكون منعقدة وليس فيها كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نذر أنه إذا شرب الدخان أنه يصوم سنة، فشرب الدخان، فهل يصوم أم تكفيه الكفارة علما أنه قد حاول الصيام ولم يستطع؟ هذا يجري مجرى اليمين، إذا نذر يقصد منع نفسه من شيء أو إلزامها بشيء، نذر طاعة لا يقصد الطاعة هو وإنما يقصد منع نفسه أو إلزام نفسه، فهذا يجري مجرى اليمين تحله الكفارة، كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول القائل والله بالأمانة يعني أن ما أقوله لك أقوله بصدق، أو يفهم منه أنه حلف بغير الله؟ هذا هو الصحيح، أنه حلف بغير الله لا يجوز، هذا لا يجوز، يقول والله بالأمانة، هذه صارت يمينين، يمين بالله ويمين بالأمانة، يمين توحيد ويمين شرك، لا يجوز هذا. وش اللي معلزكم بها الأمانة هذه؟ لأن الرسول نهى عنها، اتركوا الكلام هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تكلم في أحد المساجد عن فضل الإلحاح بالدعاء ثم قال إن الله يحب إلحاح العبد عليه بالدعاء ويتلذذ بذلك، ولما كلمته بعد هذه الموعظة وقلت إن هذا لا يجوز قال إن هذا من باب الإخبار عن الله، هل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما يخبر عن الله بأنه يتلذذ، هذا ما نقول في الله إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وما جاء في الكتاب والسنة أن الله يتلذذ بكذا، جاء أنه يحب كذا، فلا نقتصر على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت في بعض دروس أحد طلبة العلم القدامى أنه يقول إن علم الله عز وجل نوعان، أزلي ومتجدد، يتجدد بتجدد الحوادث، ويستدل
بقوله حتى نعلم المجاهدين منكم، وقوله وليعلم الله من ينصره ورسله، وغيرها من الآيات، فهل هذا قول صحيح؟ هذا ما هو صحيح ولا سمعنا به عن أهل العلم، هذا اجتهاد من هذا القائل، والعلماء يقولون في مثل هذا، هذا علم الظهور، علم الأزل هذا في اللوح المحفوظ مكتوب، وفي علم الله الأزلي في من صفات الله عز وجل. وأما حتى نعلم المجاهدين يعني حتى يظهر منهم الجهاد، يظهر ما علمه الله، يظهر ما علمه الله في الأزل، يظهر ظاهرا ويراه الناس، هذا المقصود علم الظهور، فهم علم الموصوف به الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قال لزوجته تحرمين علي إذا ذهبت إلى بيت أخيك، فيسأل ما حكم ذلك، وخاصة إذا تراجع عما قال وسمح لزوجته بزيارة أخيها. على ظهار، يلزم كفارة ظهار، ولا يقرب زوجته حتى يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. تحريم الزوجة ظهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في وليمة العقيقة، هل دعوة الفقراء لها شرط لصحتها أو على الأفضل؟ لا، على الأفضل، على الأفضل، ما هو شرط لصحتها، إذا فعلها المقصود بالوليمة إعلان النكاح، فإذا فعلها حصل الإعلان، وكونه يدعو إليها الفقراء هذا أفضل وخير، وفيه أجر، فيه زيادة على الإعلان، فيه إطعام الجائعين وإطعام المساكين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سياق المصنف رحمه الله لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه له مناسبة، يقال إن له مناسبة خفيت علينا، أو أن المصنف أخطأ في إبداء أي حديث؟ من صنع إليه. نعم، من صنع إليه معروف. أي، فقال جزاك الله خيرا، ما يظهر لنا مناسبة، لكن قد يكون له مناسبة ما ظهرت لنا، الله أعلم. المؤلف إمام جليل، عالم النحرير، قد يكون عنده شيء ما ظهر لنا، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا يقال في سياق المصنف أيضا لحديث من صنع إليكم، من صنع إليه المعروف، أنه ساقه لأجل أن من حلف أن يكافئ من صنع له معروفا وأطلق، أنه إذا دعا له كافأه، فلا يحلف في اليمين؟ هذا بعيد ولا يدل عليه الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتاة تقول إنه من الله عليها بالهداية قريبا، فقام البعض من الأخوات بنصحي باستماع الأناشيد التي تسمى بالإسلامية عوضا عن سماع الأغاني المحرمة، فسمعتها ووجدت أن هذه الأناشيد ملحنة ومطربة وملهية عن ذكر الله وعن القرآن، ومطربة وملهية عن ذكر الله وعن القرآن كالأغاني تماما، فأرجو منكم توجيه النصيحة لي ولأخواتي اللاتي خدعنا وفتنا بهذه الأناشيد بل وبالمنشدين أيضا. ننصحكم وننصح إخواننا المسلمين بالابتعاد عن هذه الأناشيد والاشتغال بذكر الله وتلاوة القرآن، ولا نخرج الإنسان من ذنب وندخله في ذنب آخر، نقول هذا من باب الدعوة، نخرجه من الذنب إلى التوبة وإلى الطاعة، نخرجه إلى ذنب آخر. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بني بالمال الحرام مسجد، فهل يصلى فيه أم يهدم هذا المسجد؟ هذه مسألة دعوة، ما ندري، ما نقدر نحكم على مسجد مبني الآن ونقول اهدموه، لا، ما يصلح هذا، هذا لازم أنه يبين وش الحرام هذا وش أصله. هنا لكن قبل البناء ننصح بأنه لا يبنى المساجد، لا تبنى المساجد إلا بمال طيب وبمال حلال، أما مسجد قائم مبني الآن هذا يحتاج إلى تحقيق في موضوعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الكتب المكتوب على غلافها وقف لله، أو يوزع مجانا، أو طبع على نفقة فلان، أو لا يحق لأحد طبع هذا الكتاب إلا لمن أراد توزيعه ابتغاء وجه الله، أو حقوق الطبع والنسخ محفوظة، هل للمشتري
أن يشتريها مع علمه بأنها كتب وقفية؟ وهل يشتكي على من يبيعها؟ على من يبيعها؟ أما حقوق الطعم المحفوظة هذا ما يقتضي الوقفية، هذه مسألة تجارية ما يدخل في الوقف، له أنه يشتريها وله أنه يهديها وله. لأنه ما منعك أنك تشريها وتوزعها، منعك أنك تطبعها فقط. أما ما كتب عليه وقف أو كتب عليه يوزع مجانا أو كتب عليه لا يطبعه إلا من أراد أن يوزعه ولا يبيعه، هذه أوقاف لا يجوز أن تتبع، الوقف لا يجوز بيعه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعلم أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يأخذ المضحي من بشرته شيئا، ولكن إذا كنت حاجا ووكلت من يذبح الأضحية في بلدي ولا أعلم متى يذبحها الوكيل، فمتى يجوز لي الأخذ من البشر؟ الأمر سهل الآن، الاتصال سهل، أنت التلفون أو الجوال اتصل عليه وقل له هل ذبحت الأضحية أو لا، فإذا ذبحها تأخذ من بشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يتجاوز الميقات ناويا للحج لكنه لا ينزع المخيط حتى يتجاوز التفتيش، ثم يلبس ملابس الإحرام بعد ذلك، فهل عليه فدية؟ نعم، هذا فعل محظورا من محظورات الإحرام متعمدا وهو لبس المخيط، فيكون عليه فدية.